فقرة جدا جميلة، والحلو فيها أن تعطيك كذي العزيمة والإصرار المستحققين كل اللي تبينه. طبعا والله أعطتنا دافع كبير، وأكيد راح تعطي حق مشاهدينا هالدافع. يعطيها ألف عافية وربي يوفقها إن شاء الله. وأيضا عندنا سيدات دائما يكونون عندهم الإصرار للإبداع، وفعلا نقول الحاجة أم الاختراع. ضيفتنا اليوم شابة اختارت الاختلاف والنجاح في نفس الوقت لتصبح أول وأصغر كويتية تنضم للجمعية الأمريكية للعلوم الصوتية من خلال اختراعها سوار للمعاقين. طبعا هذا السوار للمعاقين سمعيا أكيد له الكثير من الفوائد. اليوم موجودة معنا المخترعة حوراء القلاف. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح النور، والله يعافيكم. حياك الله معنا اليوم، بنتكلم معك أكثر، لكن في تقرير راح نشوفه مع السادة المشاهدين ولنعوده أكيد. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وشغلة حلوة إن بنت كويتية شابة تخترع شغلة نفس هذه. طبعا السوار ما قدرنا نعرضها لكم عشان نحفظ حقها لحد ما يتثبت إن كحقوق الملكية الفكرية لها. حوراء، السوار اللي اخترعتيه حق الأم والأبو المعاقين سمعيا، واللي يفيدهم إنه يعرفون مثلا طفلهم قاعد يبكي قاعد يضحك شنو يعني مشاعره. نبي نعرف يعني بتفصيل أكثر فكرة السوار هذا. في البداية مثل ما قلتوا أن الحاجة هي أم الاختراع، أنا واجهتني مشكلة في أسرتي، أنا بنت عمي وزوجها فيهم إعاقة الصم والبكم، فاثنيناتهم ما يسمعون. فأنا فكرت أن أسوي جهاز هو عبارة عن جهازين لاسلكيين منفصلين. أول جهاز يكون عبارة عن سماعة تنحط بالقرب من الطفل، وثاني جهاز سوار أحد الوالدين المعاقين يلبسه في اليد، فلما الياهل يبكي أو يصدر أي صوت هذه السماعة تلقط الصوت حول الاهتزاز ضوء بالسوار. نعم. وعلى حسب الحالة النفسية اللي مر فيها الطفل يعطي اهتزاز معين وضوء معين. فمثلا لما يبكي الياهل يعطي ضوء معين واهتزاز معين، يضحك هم بعد نفس الطريقة. فباختصار هذا هو الاختراع. وفكرتها وايد حلوة وراح تفيدهم جدا يعني الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية. وفعلا يعني فكرتها يعني بسطت الامور بشكل جدا كبير بالنسبه لكثير من الاشخاص، وان شاء الله يا رب يعني نشوف السوار خلاص منتشر عندنا بالكويت وبرا الكويت، ليش لا يعني الله. طيب بمسيرتك بالاختراعات، الانسان دائما تكون عنده بدايات، واكيد كانت بداياتك وانت صغيره يمكن نقدر نقول، فكلميني عن بدايتك في هذا المجال، مجال الاختراعات. بدايتي كانت من النادي العلمي الكويتي، انا عضوه بالنادي العلمي تقريبا من عمري 10 سنوات. ما كنت أول شيء حابة أدخل النادي العلمي، يعني ما كنت حاسة أن مجالي علمي كثر ما أنه كنت أحب أقرأ، بس ما كنت حاسة نفسي أكثر شيء بمجال العلمي. أي. فالوالدة كانت مصرة أني أدخل النادي العلمي، والحمد لله دخلت. شفت نفسي أحب الابتكارات، أحب التجارب يعني اللي أشوف فيها فكرة غريبة. بعدين قمت أتجه أنه مثلا هذا الشخص اخترع جهاز، ليش أنا ما أصير مثله. وكنت أشوف المسابقات العلمية لما الناس تصعد على الستيج تتكرم، يعني لما تأخذ التكريم تحس بوناسة، بس مو لأنها بس صعدت، لأنها تستحق أنها تأخذ هالتكريم هذا لأنها تعبت على شيء ووصلت له. فأنا بعد حسيت نفس الشيء. فأذكر كان في تكريم حق مسابقة معينة، وأنا وأمي وأبوي كنا حاضرين، فقلت لهم أن أنا أبي أشارك بنفس المسابقة عشان بس أبي أصعد أتكرم على الستيج. يعني ما كان هدفي أن يصير عندي اختراع كثر ما كان أن أبي أصعد أتكرم على الستيج. بالعكس هذا هدف من الأهداف يعني. إيه. فبعدها بسنة شاركت بنفس المسابقة، كانت مسابقة فادي السعد، وكنت في الثانوية، لأنه هو ما يسمح للمشاركة إلا اللي يكونوا بالثانوية، فكانت أول سنة لي بالثانوية وقتها. وشاركت بالمسابقة أنا وثنتين من زميلاتي، بس اختراع ثاني كان، وخذنا المركز الثالث على مستوى دولة الكويت. يعني معنا أخذت المركز الثالث، بس أنا ما كنت وايد مستانسة، يعني كنت أبي المركز الأول. بس رفيجتي قالت لي إذا تبين المركز الأول أنت يسوي اختراع خاص فيك أنت وتعبي عليه عشان توصلين حق المركز الأول. فبعدها بسنة هم بعد تقريبا قالوا لي على مسابقة أنت اللي راح تكون بالإسكندرية، وحسيت اللي ما عندي شيء أشارك فيه، بس طرت على بالي مشكلة بنت عمي وزوجها، فقلت أوكي فكرة خل أشارك فيها يعني. والحمد لله شاركت فيها في مصر، خدت المركز الثالث على مستوى الوطن العربي، وبعدها في لندن خدت الثاني على مستوى العالم، وبعدها اللي بأمريكا خدت فيه المستوى الثاني على مستوى المركز الثاني على مستوى العالم، منافسة أكثر من 2000 بحث علمي. فالحمد لله يا رب، للحين ما اخذت المركز الاول، بس الحمد لله انا جدا قنوعه وراضيه باللي الله. قاعد تتكلمين على مستوى العالم العربي مو بس محليا يعني، هذا شيء وايد حلو اصلا. الحمد لله يعني ان تاخذين مركز ثالث على كميه المشاركين، هذا من داخل لازم يكون قرارات نفسك كانك اخذتي المركز الاول. بالعكس انا كافي لما شفت يعني الفرحه بعيون اهلي والناس اللي دار مداري، وانه انا هذا الشيء قدمته حق ديرتي، لانه
هي لها فضل وايد كبير علي للمستوى اللي انا وصلت له حاليا، فهذا ابسط شيء اقدر اقدمه. شيء حلو. ذكرتي حوراء قبل شوي ان امك كانت هي المصره انك انت تدخلين ان مجال الاختراعات، اكيد بعد في شخص ثاني غير الوالده يعني شجعك انك توصلين هالمستوى من الاختراعات، يعني في شخص معين؟ والله للامانه انا يعني الحمد لله ربيت في اسره وايد محبه وتحب تعطي يعني وما تقصر، يعني احنا اربعه انا واخوي واخواتي الصغار، ان اهلي ما قصروا معنا بولا شيء، ان كثر ما يقدرون يقدموا لنا الدعم والمساعده اللي احنا نحتاجها، يعني حتى الوالد يعني ولا مره مثلا قال لي ان لا ما تشاركين وغيره وشي، بالعكس كان كلهم داعمين لي. عندي يعني اعز صديقه عندي الله يرتها ان شاء الله بالسلامه، هي تدرس طب في مالطا رباب، كانت يعني داعم جدا 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 قوي بحياتي وللحين، يعني ان اي شيء يصير عندي ما تقصر معي. ف لما الشخص يكون محاط بيئة إيجابية وهذه البيئة تدعمه، صدقيني ما راح يعني تصير قدامه أي عقبات حتى لو واجهتها، بس إنه هو يقدر يتخطاها. نعم والله فعلا شيء جدا جميل لما يكون في أشخاص مساندين لأي شخص طموح في حياته، وفي حياتنا دائما احنا نحتاج الأشخاص يكونوا موجودين يمنا، فما بالك الأسرة، يعني دورها جدا مهم، وهذا أكبر دليل لما الأسرة تحتضن وتحتوي عيالها شوفوا شلون النتيجة راح تكون. طيب أنا بتكلم عن شغلة وايد التفت انتباهي وقبل الهوى سولفنا فيها، اختراعك وقت الثانوية وقلتي ما كملتي عليه، بس أنا عجبتني الفكرة وايد يعني، وأبي أتكلم عن هالمرحلة بالذات لأنها ببين حق البنات بهالعمر ترى يقدرون يسوون وايد أشياء تفيد الغير أيضا، فكلميني عن هالفترة هذه. فترة الثانوية كانت فترة يعني كانت بالنسبة لي نقطة تحول بحياتي، أن ما كنت يعني أعرف أن مثلا عندي وقت يكفي أن أدرس وأني أقدر أسوي اختراع وأني أنجز فيه. فأذكر يعني لما كنت أرد البيت فأمي تقول لي الوقت 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 الوقت، فاني فهمت ان شنو يعني قيمه الوقت، يعني شيء جدا قيم. فعشان اعيد مره ثانيه فكره الاختراع، هو كان يعني بيني انا وثنتين من زميلاتي، الاختراع هو عباره عن جهاز يكون بالسيارات الشخصيه وسيارات المطافي او الاسعاف، ولما تصير في حاله طارئه سيارات المطافي والاسعاف تبي تمر، عندنا ان في ناس تسكر على السياره وما تخليها تطوف، صح؟ فهذه السيارة تشغل الإنذار والإنذار يشتغل بالسيارات الشخصية إن ترى وراكم سيارات مطافية وإسعاف، فعطوها مجال إنها تمر، وإذا ما مرت السيارة راح يظل الإنذار شغال يعني لين تمر سيارات المطافية وإسعاف توخر عنهم. حلوة. فهذه كانت الفكرة. والله فكرة حلوة. كملت يعني كملنا عليها بس لين خذنا فيها المركز الثالث على مستوى الكويت، بس بعدين لان كل واحده فينا شغلت يعني بالجامعه وكذي، فعشان كذي ما قدرنا نكمل على عقبها. الحين هذه افكار سويتوها وايد حلوه، بالمستقبل ببالك افكار معينه او تبين تخدمين فئه معينه في المجتمع باختراع معين؟ اي ان شاء الله باذن الله بالمستقبل يعني القريب جدا، لان انا حاليا ادرس ادله جنائيه وحسيت ان في اشياء يعني ناقصه بالمجال اللي انا ادرس فيه، فقاعد اطور شغله من او جهاز من الاجهزه اللي قاعد نشتغل عليها بالادله الجنائيه، وان شاء الله بس اتخرج راح اشتغل عليه يعني بشكل اكبر عشان اقدم كبرات اختراع ان شاء الله. يا رب. حوراء القلاب تشرفنا فيه جدا الصراحه، وحلو انك اصغر كويتيه يعني في هذا المجال مجال المخترعين، يعني هذا شيء يشجعنا ان احنا ايضا تكون عندنا طموحات، والاشخاص يعني اي شخص دائما يشوف ان الحلم ترى ممكن يصير واقع اذا احنا سعينا له. شكرا لك، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. وحلو ان بنت كويتيه قاعد ترفع راس الكويت، ونتمنى لك كل التوفيق. تسلمي. يعطيك الف عافيه. ايضا راح نروح الى مجال مختلف عن الاختراعات لكن مجال تهتم فيه المرأة جدا، مجال الأزياء، مع فقرة ساشين مع مصممة الأزياء شروق سالمين.